معظم البيوت تحولت بفعل الدروس الخصوصية إلى مدارس ورياض أطفال، أمر أصبح ظاهرة. لكن هذا البيت تحول إلى مدرسة بتطوع وتبرع صاحبه بعد استحصال الموافقات الرسمية، وذلك بعد أن عجزت الجهة المعنية عن توفير بناية مدرسة خاصة تحتوي أبناء منطقته. كانت عندنا مدرسة، ولكن داعش الإرهاب بال 2014 فلشها. حاليا اضطريت أنه أفتح بيت صغير للم تلاميذ مدرستي، مدرسة المنارة الابتدائية، ولكن يحتاج إلى بناية متكاملة حديثة على المواصفات الحديثة، محتاج إلى كتب، إلى قرطاسية. الصعوبات والمعوقات على أكثر من جانب ذللتها إرادة التلاميذ والتلميذات والكادر البسيط لهذه المدرسة، ولكن نظام الدمج، أي دمج المراحل الدراسية بصف واحد وكذلك تهالك البناية، يحتاج إلى تدخل حكومي يساعد على استمرار التعلم فيها. يبنون بناء مدرسة كاملة حفاظا على أرواح الطلاب، ومشكلة الدمج، يعني المشكلة الوحيدة اللي نعاني منها هي مشكلة الدمج. أنا ما أخذ لغة إنجليزية، ما جاي يكفيني الوقت الكافي، الوقت 45 دقيقة، فشون أقسم الوقت؟ ما أقدر، من الصعوبة أنا أقسم الوقت. مدرستنا قديمة حيل، وسقفة قديم، وطلاب كثيرة، وما يكفينا المدرسة، ما تكفينا قرطاس الصفوة، أو كل صفين دمج، ما يكفينا. إنه نتمنى إنه يسوونا مدرسة جديدة. مدرستنا تعبانة، ونحن بالصف هواية، ويدرسنا المعلم ما جعلت توصلنا المعلومة بصورة صحيحة، ونطالب بناء مدرسة جديدة. حقا أنه لو عرف السبب لبطل العجب، فعدم وجود بناية مدرسة حول بناية هذا البيت تبرعا من صاحبه إلى مدرسة كرسالة إلى من يهزه الأمر. من صلاح الدين، فراس الحسن، قناة التغيير.